أعزائي المشاهدين ومتابعيكم السابع، معكم في ضيف جديد. إزاي تعرف تفرق بين القهوة الخام والقهوة المش خام اللي عليها إضافات؟ زي ما إحنا شايفين دي كده القهوة وهي لسه مطحونة حالا، و ومعمولة طبيعية. فزي ما احنا شايفين في القهوة بتتعمل ازاي، كده اشبهاء كده احنا جايبين القهوة كده الخام كده دلوقتي بعد ما احنا لسه محمصينها دلوقتي وبعدين طحناها. تمام. وبنعمل بقى فنجان القهوه دلوقتي. طب تمام. فنجان القهوه ده احنا ضامنينه لان احنا شايفين كل الخطوات قدامنا. تمام. طيب الأول اللي بقى حصل اللخبطه الفتره اللي فاتت ديت بالحاجات الاضافات اللي كان نوى بلح على كلام من ده، الحاجات دي بص يا شريف ظهر في الفتره الاخيره فعلا اللي في ناس كتير قالت في قهوه كتير مغشوشه محطوط عليها بسله ونوى بلح وكلام من ده. تمام. طيب انا عشان اعرف افرق طبعا ما بين القهوه دي والقهوه الثانيه، يعني القهوه اللي هي سليمه 100% قلنا مطحون 100% والقهوه اللي مطحون عليها بسله او نوى بلح والكلام ده كله، طبعا ريحه البن مميزه جدا. تمام. ما نقدرش نوصل لها الا من خلال الا من خلال محسنات، مثلا ريحه كذا او فليفر كذا او كلام ده كله. دي برضو موجوده، بتبقى في ناس كتير مثلا بتضرب بيها البن. طيب احنا لو جبنا الفنجان البن كده طبعا لسه معمول، ممكن حضرتك لو شميت الريحه بتاعته لا باينه ريحة قوية وبن بن. طيب ال 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 ده شكل البن وده قوام البن. تمام. في وش طيب بالنسبة لنا لو احنا مثلا قلنا طعم السلة او طعم نوى لازم يبقى فيه زي طعم إلى حد ما طعم عشبي شوية. مش زي طعم البن. تمام. مش السلاسة بتاعت البن، هتلاقي فيه كارثة كده غير بتاعت البن، ده الطبيعي. لكن طعم البن فيه بتكون سنة المرارة الصغيرة اللي بتبقى طعم البن مع ريحة البن القوية. تمام. طب في حاجة عملية احنا بنعملها نحطها على القهوة نتأكد ان هي اللي هي بقى احنا ممكن نتأكد القهوة دي محطوط عليها حاجة او مش محطوط عليها حاجة، مثلا عشان تعمل وش او كلام من ده كله وفرمانه. ممكن مثلا نحط قهوة هنا، حطينا قهوة هي عادية خالص من غير اي حاجة، ونحطها نحط عليها مية. طريقة بسيطة خالص خالص قبل حتى ما نعمل فنجان البن، من غير ما نعمل أي حاجة خالص. دي قلبناها اهو. تمام. لو طلعت لي وشي زي ده كده وأنا بقلبها بمية باردة كده، القهوة دي عليها مشكلة. فيها مواد كيميائية. لو طلعت وش زي ده كده، زي ده كده القهوة، لأن القهوة مش الطبيعي اللي هي تطلع وشها لما تغلي. لما تغلي تتعامل مع بعض تطلع الوش بتاعها. حلو كده؟ لو طلعت وش يبقى احنا في مشكله في القهوه، في مواد كيميائيه محطوطه على القهوه عشان تطلع لي وش حتى ما برد. يعني هي تجربه ان احنا بس ميه على شويه القهوه ونقلبه. طيب احنا ممكن مثلا التجربه الثانيه مثلا اللي هي تبقى صعبه شويه، مثلا لو جبنا ليمونه ولا حاجه عصرناها على البن بعد ما يتعمل. بس احنا بنقول تسهيلا بعد ما نعمل البن ومش عارف ده كله، يبقى احنا قبل ما نعمل البن بشويه ميه اكن لسه هحطها في الكنكه، بقلب شويه المقدار بتاعها بشويه البن ده. طلعت الوش ما اشربهاش، اقوم راكنها على جنب على طول. يعني هو ده تجربه اسهل من دي، اسهل من اي حاجه عشان يعني ما ضيعش وقتي ولا ضيع. لا عملتها مره، يعني من ميه من الحنفيه العاديه بنحط بقى شويه القهوه ونقلب. قلب ما طلعتش وش زي القهوه طبعا، الفرق باين في الوش هنا وهنا. لا باين. ما طلعت وش زي ده كده وانا بقلبها بميه بارده ومركنها على طول كده اهو، حبيبها وبرجع بني بقى. اللي هي بتبقى محطوط عليها مواد بقى دي كيماويه عشان تعلي الوش، كيماويه تعلي الوش، تعلي الوش، فبتتفاعل مع ميه عاديه مش زي القهوه بتاعتنا. ايوه. لما بتغلي تمام. طيب تمام. دي التجربه اللي هي الطبيعيه. انت الفتره اللي فاتت سمعت انت مشاكل كتير عن مشاكل كتير طبعا، والسوشيال ميديا اتملى، ده الكون موجود كتير فيه سله، في نوى بلح، كتير في مش عارف محطوط عليه قمح. طبعا دي اساليب كتير من اساليب الغش يعني.
طبعا من ضعف النفوس مثلا. بس يعني الحاجه اللي احنا شايفينها، احنا شايفين الخطوات احنا قدامنا كلها كامله دلوقتي. حضرتك شايف الخطوات كلها كامله. الحبايه بتنزل مستويه، بتنزل طحن قدام حضرتك دي. كده يبقى انا كده مضمونه الحاجه. مفيش كلام بعد كده. مفيش كده. خلاص انت كده ضمنت 100% من الكون بتاعك يبقى كويس. والتفاعل ده نقطة مهمة جدا قوي. يعني دي الفرق ما بين اللي هي متسخنة مع القهوة بتاعتنا فبتعمل وش، لو اتحطت مية عادية ما بتعملش. ما ينفعش تعمل. لو عملت وش يبقى كده في شيء مش طبيعي. طب وانت يعني الاساليب اللي كانت كترت الفترة اللي فاتت كانت ايه وايه اللي كانوا دايما يستخدموها؟ كانوا بيحط طبعا نظرا لارتفاع سعر البن الفترة اللي فاتت. فكان الناس بتستبدل مثلا، تحط مثلا كميه معينه من البن على كميه معينه مثلا من البسله وتحمصهم مع بعض وتطحنهم للمكسب السريع وغير مشروع خليط. يعني كان يحط شويه من هنا على شويه من هنا عشان يطلع الخليط بتاعه عشان وده التوب ده. تمام. دي كانت تحايل على انما عشاق القهوه بقى واللي بيفهموا في القهوه دي اللي بيعشق القهوه عارف القهوه كويسه جدا من ريحتها وطعمها واللي هو متعود عليها. تمام. استحال عاشق القهوه ده استحاله تعرف تضحك عليه. لان القهوه دي بالنسبه له حياه. فبيبقى من اول ما بيشم ريحه البن بتاعه هو في الكيس حقه. بيفهم ازاي طبعا ده هو متاكد ان البن ده عنده. تمام. طب هو الناس بتسال على افضل يعني انواع البن، في عندنا افضل ولا على حسب لا بص حضرتك طبعا في افضل انواع البن. افضل انواع البن على الاطلاق البن اليمني. اليمني. بس هو مش منتشر قوي طبعا لارتفاع سعره شويه وعدم تواجده كتير قوي بالنسبه لنا هنا. في بعد كده البن الحبشي طبعا ده بن ممتاز بانواعه. وفي البن البرازيلي طبعا بن جميل جدا وريحته حلوه. البن الكولومبي طبعا لعشاق السهر طبعا والعشاق اللي هم عاوزين يفوقوا قوي. البن الكولومبي الكافيين بتاعه عالي جدا. في انواع بن ثانيه بقى موجوده مش بتنزل لنا هنا كتير مثلا، هي علشان البن ده ممكن الكيلو بتاعه يعدي $3000. الحاجات دي من الحاجات اللي شويه ولها معاملات معينه والكلام ده كله. طب احنا بالنسبه لنا الحبش هنا اقرب. بالنسبه لنا الحبش هنا جميل جدا. اليمني برضه حلو لو موجود قوي. والكولومبي كويس جدا. وفي بعض ناس كتير قوي دلوقتي بتتجه تلاقيها تعمل خلطات. تاخد مثلا شويه بن برازيلي على شويه بن حبشي على شويه بن هندي. بيعمل بيقدر يوصل او كيف البن يعني. تركيبه بيفضل يركب تركيبات معينه مع البن الاندونيسي مثلا الفيتنامي. يركب تركيبات مره اثنين ثلاثه لغايه ما يوصل لتركيبه معينه تظبط معاه. خلاص بقى هو ده اصبح كله وعارف توليفه. انا عاوز كذا على 50 جرام من كذا، على 100 جرام من كذا، على 30 جرام من كذا. عارف توليفه يطحنهم قدامه ياخدهم وعارف توليفه تظبط معاه. تمام. اعزائي المشاهدين ومتابعي اليوم السابع، زي ما انتم شفتم دلوقتي احنا جبنا القهوه من بدايه التسويه بتاعتها والحبوب بتاعتها وبعد كده عمليه الطحن بتاعها وعملية الطحن وبعد كده في حمايل القهوة زي ما احنا شايفينها والتفرقة ما بينها الجديدة والخفيفة. وعرفنا في تجربة عملية ازاي نقدر نفرق ما بين القهوة المغشوشة والقهوة المش مغشوشة اللي مضاف لها بعض العمل. ده بيبقى نتيجة ان بعض المواد اللي محطوطة عليها. والتجربة بسيطة، قبل القهوة ما نغلي بنحط شوية في مية ونقلبهم، إذا عملت وش كده يبقى دي القهوة دي مش مظبوطة، لو ما عملتش وش في المية الباردة يبقى كده القهوة بتاعتنا سليمة. أعزائي المشاهدين معانا تجربة عملية على القهوة وعملية القهوة. شكرا أعزائي المشاهدين المتابعين السابع على متابعتكم لنا في على